بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حصة جديدة موضوعها حروف الجر الواو ربا والتاء. إليكم هذه الأمثلة. والله لا أكذب. جملة أولى: رب رجل لقيته، تالله لا أكذب، تربي الكعبة لا أكذب، إذن هذه هي الأمثلة. حروف الجر هي الواو، رب، التاء هنا في تالله، والتاء أيضا في تربي. الواو دخل هنا على هذا الاسم الله، وهو اسم ظاهر. رب دخل على اسم ظاهر أيضا وهو رجل. التاء دخل على اسم الله وهنا على اسم ربي. هذه الحروف أيضا تختص بالظاهر، أي أنها لا تدخل على الضمائر. إذن الواو الواو رب والتاء تختص بالظاهر، أي أنها تختص بالأسماء الظاهرة ولا تدخل على الضمائر. بالنسبة لحرفي الجر الواو والتاء هما من حروف القسم. الواو والتاء من حروف القسم، من حروف القسم. بالنسبة لحرف الجر رب لا يدخل إلا على نكرة. لاحظ رب رجل، رجل هنا تنوين نكرة، رب رجل. إذن رب حرف الجر رب يختص بنكرة. بالنسبة للتاء، التاء يختص باسمين فقط، يختص باسمين فقط وهما الله ورب. إذا نستعمل هذين الحرفين مع أسماء أخرى، تستعمل مع اسمين فقط هما الله ورب. بهذا تنتهي هذه الحصة، إلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله.